بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن رواية The Bamboo Stalk، وهي رواية ساق البامبو للكاتب سعود السنوسي. هذه هي الرواية The Bamboo Stalk، وهذه هي صورة الكاتب سعود السنوسي. The Bamboo Stalk، والتي فازت بجائزة أفضل رواية عربية ترجمت إلى اللغة الإنجليزية. The Bamboo Stalk، رواية ساق البامبو، فازت بجائزة أفضل رواية في الوطن العربي في عام 2013. تتناول الرواية العلاقة بين الشرق والشرق من خلال علاقة بين ثري كويتي وخادمة فلبينية. تثمر العلاقة عن ميلاد فتى فلبيني كويتي يترك الفلبين البلد الفقيرة ذاهبا إلى الكويت باحثا عن جذوره، حيث يعاني من العنصرية وسوء المعاملة عند الوصول إلى بلد الأحلام. تسلط الرواية الضوء على العمالة الأجنبية في الخليج العربي والعلاقة الشائكة والنظرة الدنيوية الدونية العنصرية اتجاه العمالة الأجنبية ومعاملتهم كأنهم غرباء، ناهيك عن نظام العبودية الجديد الذي يسمى بنظام الكفالة. تسلط الرواية الضوء على العمالة الأجنبية في الخليج العربي والعلاقة الشائكة والنظرة الدونية العنصرية اتجاه العمالة الأجنبية ومعاملتهم كأنهم غرباء، ناهيك عن نظام العبودية الجديد الذي يسمى بنظام الكفالة. تذكرنا الرواية برواية بنيامين دانيال أيام الماعز، التي تسلط الضوء على أشكال المعاناة التي تواجهها العمالة الأجنبية في الخليج العربي. وما زالت قصة نجيب محمد الهندي في السعودية ماثلة في ذاكرتنا بوضوح. ينصح بقراءة هذه الرواية باللغتين العربية والإنجليزية. The Bamboo Stalk is a retelling of the East to West immigrant narrative, but this time it is East to East. A half Filipino, half Kuwaiti teen moves from an impoverished life in the Philippines to the paradise of his father's Kuwait. The book is a page turner, following its narrator through harrowing setbacks, but its depths comes from the way it holds a mirror up to Kuwaiti society, to Gulf Arabs' relationship to migrant labor. So the Bamboo Stalk is a retelling of the East to West immigrant narrative, but this time it tackles the East to East relationship. We have the characters, half Filipino, half Kuwaiti, teen who moved from an impoverished and poor life in the Philippines to the paradise and homeland of his father's Kuwait. The book is a page turner, following its narrator through a harrowing setbacks, but its depth comes from the way it reflects the Kuwaiti society and the Gulf Arab's relationship to migrant labor. The novel received wide acclaim in the Arabic, winning the International Prize for Fiction in 2013. Jonathan's right, capable English translation. The prose is so fast